هذا كلمة. ميرسي لذوقك. هشوفك تاني أكيد. إن شاء الله. في إن شاء أي الله. وقت أنا ما. أمن المكان يا نور. حبيبتي يا ماما، أنا خايفة عليها قوي يا شرف. لا يا حبيبتي ما تخافيش، أمك زي الأسد، هتقوم منها برضو. ربنا يستر، البلاوي اللي عمالة تحصل لنا دي. خير يا جماعة خير، ولا تقلقوا، أبو نسب ده عمره طويل وربنا هيطول في عمرها إن شاء الله لغاية ما تشوف أحفادها. يا أستاذ أمجد، حضرتك ما شفتش الناس اللي ضربوها؟ ده والله ما شفتش، دول ضربوا بالنار وجريوا زي الصاروخ. طب ما فيش حد في الاوتيل عارف ايه القطر كام الموتوسيكل؟ يا استاذ عمرو، المجرمين دايما بيبقوا سارقين الموتوسيكلات اللي بيعملوا بيها الجرايم. عندك حق يا فوتنا. امجد لحظه، تعالى اسحب اسحب. هي الوليه دي كانت بتعمل عندك ايه في الاوتيل؟ مش وقت الانتصار. محمود. محمود الحمد لله مدام نور حالتها بقت مستقره. الحمد لله. انت هنا بتعمل ايه؟ انا اللي قلت له شرف، والراجل كتر خيره جاي يجري. سبحان الله سبحان الله يا حبيبي، ليها عمر على ايديك الحمد لله. تيجي منك انت يا محمود، انت برضو يا حبيبي. واجبك يا دكتور يا طنط يحتم عليا انقاذ حياه اي مريض. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. على العموم هي لما تفوق هينقلوها الاوضه بتاعتها، تقدر تستناها هناك. السلام عليكم. ايه واقفه ليه؟ روحي الحقي جوزك، ما تسيبوش في ظروف زي دي، اجري اجري يلا يا شرف. محمود يا محمود، انا عايزه اتكلم معاك كلمتين. انت عارف كويس قوي ان انا ماليش ذنب في اللي حصل. فعلا مالكيش اي ذنب ان جوزك يترمي في السجن، ما تجيش تسالي عنه عشان مامتك اديتك اوردر بكده. وبرده مالكيش ذنب ان جوزك يخرج براءه، وما تجيش تقول الحمد لله على السلامه. محمود ربنا وحده اللي يعلم ان انا كل لحظه كنت بتمنى ان انا اكون معاك، بس انا كنت حاسه، لا انا كنت متاكده ان انت مش عايز تشوفني. بعدين كنت حوري وشي ازاي لمامتك، هي اساسا مش عايزه تشوفني. انت النهارده اللي جاي تنقذ امي بعد كل اللي عملته معاك. انا مش عارفه ارد لك الجميل ده ازاي. مش عارفه ولا جميل ولا حاجه، ده فضل من ربنا. بصي انت لو عايزين نكمل مع بعض يبقى تيجي تعيشي معايا بعيد عن الشقه بتاعتكم وبعيد عن مامتك خالص. وانا موافقه، بس عايزاك تديني فرصه بس لحد ما ماما تخرج من المستشفى، وانا عندي استعداد اروح معاك في اي مكان انت عايزه. ماشي ماشي. معقول اللي انت بتعمله ده؟ ما هو يا اما انت اتجننت يا اما عايز تجنني. يا ماما يا حبيبتي، انا واجبك كطبيب يحتم عليا ان انا كان لازم اعمل عمليه. يا سلام، ما الدكاتره على قفا من يشيلوا يا اخي. طب قول لي بقى بذمتك، لو جرى لها حاجه في اوضه العمليات وماتت كان ايه اللي هيحصل؟ والله كانوا هيلبسوك القضيه ويقولوا ان انت اللي قتلتها. هم ايه الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده؟ هو انا واقف في اوضه عمليات لوحدي؟ ما في حواليا 50 شاهد ودكاتره كبار كمان. ثم الحمد لله يعني جت سليمه والعمليه نجحت. يا فرحتي يا اخويا. على فكره بقى انا النهارده قابلت شرف واتفقت معاه ان هي هتيجي تعيش معانا هنا لغاية لما إن شاء الله نلاقي شقة بعيدة عن والدتها. يعني أنا مش مصدقاك، أنت لسه مصر على العيلة دي بعد كل اللي حصل؟ طب ورحمة أبوك ما حوافقك المرة دي على اللي أنت عايزه، لو السما حطت طبقت على الأرض. يا ابني يا ابني أنا ما عنديش غيرك، أنت عايز تحرق قلبي عليك. يا أمي يا حبيبتي، شرف مراتي ومالها الذنب؟ هناخدها بذنب أمها؟ أي أخويا ناخدها بذنب أمها، لأن أمها مش هتسيبكوا في حالكم. طب بالمناسبة دي بقى، أنا كان رأيي يعني إن حضرتك المفروض تروحي تزوري أمها. أديك في وشك،
انت اتجننت يا ماما. يا حبيبتي زيارة المريض صدقة. بس انا اللي نفسي اعرفه يعني مين ليه مصلحة ان الست دي تتقتل؟ لا انا ماليش اعداء وما اقدرش اتهم حد، وبعدين مش العميده نور رصاصه تموتها. انا لو عايزين يموتوني بقى يفخخوا كل البدله. الف سلامه ليكي. يمكن في اي حد من المسجولات عند حضرتك ليكي معاه مشكله، او في طرق قديم بايت بينكم من اي مسجوله؟ طرق ايه؟ لا لا، حضرتك لو جيت السجن عندي هتلاقيه زي النادي بالظبط. أنا والمسجونات كلهم أنتيمي والله. أرجوكي أرجوكي يا ست العميدة حاولي تساعدينا شوية. أظن أنت قبل كده تعرضتي لمحاولة الاغتيال والرصاصة جت في حماد بنتك. أيوة بس الله أعلم، الله أعلم أنا اللي كنت مقصودة ولا لأ. وعلى فكرة المرة دي أنا كان معايا الأستاذ أمجد. إحنا جبنا الأستاذ أمجد واستجبناه. هو قال إن هو ما شافش اللي كان بيضرب عليك النار، وكمان ما بيتهمش حد. كده كده أمجد نظره ضعيف. على فكرة أنا كمان ما بتهمش حد. على العموم يا ست العميدة إحنا تعبناك جامد وإحنا أسفين ليك. بعد إذنك اتفضل. ألف سلامة ليك. الله يخليك. بس هنستأذنك تمضي على المحضر بس. أمضي؟ طب أمضي بذمتك يعني؟ شوف دراعي عامل إزاي، أمضي إزاي أنا؟ إيه يا ست العميدة ده دراعك الشمال؟ هو ده الشمال؟ أيوة الشمال. شكرا. ميرسي يا ست العميدة. لا تعبناك معانا، جايبينك في حاجه صغيره، معلش المره الجايه في حاجه اكبر ان شاء الله. مع السلامه، كتر خيرك. ميرسي 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 خالص. سلامتك يا نور. سعاد الله يسلمك. بصراحة آخر حاجة كنت أتخيلها إنك تيجي تزوريني. ليه ما تقوليش كده؟ طبعا إحنا لسه أهل وفي بيننا عيش وملح. كتر خيرك. شكرا. أنا صحيح جيت أطمن عليكي، بس غصب عني يا نور عمري ما هنسى اللي عملتيه في ابني. سعاد آه آه، أنت ليه حاسة إن أنا حاطة ابنك في دماغي وأنا اللي لبست القضية؟ على فكرة والله كل الأدلة كانت ضده، وربنا بس اللي يعرف مشاعري ساعتها كانت عاملة إزاي. خلاص بقى ملوش لزوم الكلام، أنا بس جيت عشان أعمل الواجب والأصول. أصيلة يا سعاد، أصيلة والله.